اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ال تي سي، مستمرين معاكم في نقل احتفالات قناه ال تي سي بالذكرى 45 لاغلى واكبر واعظم انتصار في تاريخ البشريه، وهو انتصار السادس من اكتوبر. هذا اليوم الحقيقه اللي هو لا ينسى، وحقق فيه خير اجناد الارض الابطال ما انتظره شعب مصر العظيم، وانتظره ابطال جيشنا العظيم على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67، وانتصروا على الأسطورة الورقية الجيش الإسرائيلي، فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف المنيع الذي كان يطلقون عليه أنه منيع، وتدمير جميع مواقع الجيش الإسرائيلي المحتل. كسرنا شوكتهم، تهاوت أسطورتهم تحت أقدام الجيش المصري، الجيش الذي لا يقهر. العالم كله عارف حقيقة جيش إسرائيل الكرتوني، وهنا الحقيقة ما يفوتنيش توجيه تهنئة كل زملائي في قناة العاصمة، قناة ال تي سي، بداية من رئيس مجلس الإدارة السيدة سميرة الدغيدي، والإعلامي خالد غنيمي رئيس القناة، والإعلامي خالد مخلص المدير الفني للقناة، وأيضا مخرج خط أحمر، والزميلة نيفين نمرة مدير البرامج، وكل الزملاء الإعلاميين والمؤدين في جميع أقسام القناة حتى لا أنسى أحد، وأيضا الزميلة أميرة عبيد رئيس التنفيذي للبرنامج. بنهني أنفسنا والحقيقة، وبنهني كل جماهير الشعب المصري، بنهني الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهني الفريق أول وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، بنهني كل قادة جيشنا العظيم، بنهني أرواح شهدائنا شهداء أكتوبر العظيم، بنهني أسرهم بهذا اليوم العظيم اللي هو الحقيقة لن يمحى من أي ذاكرة أبدا. حسبكم مع أغنية نبدأ بقى احتفالات، نقول كلام حلو بقى. يلا نروح لأول أغنية عندنا. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب، عاش اللي قال للرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا مفيش محال، عاش ليك ابنك، عاش اللي حبك، رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار. وهنا بقى الحقيقه يعني بستاذن المخرج زميلنا خالد مخلص ان انا اقوم ادي التحيه العسكريه لروح الزعيم الراحل محمد انور السادات والقاده جيشنا ولشهدائنا ولقواتنا المسلحه العظيمه البواسل اللي بيطهروا سينا دلوقتي في معركه جديده تانيه ضد الارهاب. هقوم اديهم التحيه العسكريه. أقل حاجة ممكن نقدمها الأبطال أكتوبر العظيم اللي لولاهم ما كناش قاعدين القعدة اللي احنا دي، نحنا نتكلم عن بطولاتهم، نتكلم عن اللي قدموه من أجل هذا البلد. والحقيقة أنا هنا هدي الكلمة للإعلامي خالد غنيمي رئيس قناة ال تي سي اللي هو حرص الحقيقة إنه يقدم كلمة ويقدم تهنئة لأبطال قواتنا المسلحة في 73، وأبطال قواتنا المسلحة الآن اللي بيطهروا سينا وبيطهروا مصر من الإرهاب الأسود. مع الهاتف الزميل الإعلامي خالد غنيمي رئيس قناة ال تي. أستاذ خالد مساء الخير. أهلا بيك، إزيك يا أستاذ محمد؟ كل التحية ليك. وتحب تقول إيه لقواتنا المسلحة والأبطال جيشنا العظيم؟ أول البرنامج المهني الوطني مشكرك. جدا كمان برنامج خط أحمر تقديم الإعلامي الزميل محمد موسى، تحياتي طبعا لكل فريق الاعداد. شكرك فندم. والنهارده احنا بنحتفل بالذكرى ال 45 لنصر اكتوبر، يوم العزه ويوم الكرامه، يوم الاراده المصريه اللي مش هتقدر عليها حد. صحيح. الاراده المصريه دي يا استاذ محمد حاجه كنز
أساسي لنا كلنا. صحيح صحيح. كل التحية كل التحية والتقدير طبعا لحضرتك. وخليني في البداية أهني الشعب المصري على الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، ذكرى 45، شعب الإرادة. وطبعا تهنئة خاصة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالمناسبة يا أستاذ محمد، يعني أنا كنت حابب أقول إن إحنا في فترة يعني الحرب حرب 73 الحمد لله إحنا انتصرنا فيها، وفي حروب تانية انتصرنا فيها، حربنا على الإرهاب الحمد لله انتصرنا فيها، والحمد لله ربنا على طول حامي مصر. والحقيقة أنت دايما تجديداتك لنا كمذيعين في القناة والفرق الإعداد الموجودة في البرامج المختلفة، نحن قناة داعمة للدولة المصرية، لمؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش، مؤسسة الشرطة. احنا قناة يا أستاذ محمد، احنا قناة شعارها ناس بتحب مصر. أيوه. ناس عايشة في خير مصر. صحيح. الحمد لله الحمد لله احنا ايدينا ممتدة لكل المؤسسات اللي في الدولة، وكل الشعب المصري يعني على راسنا من فوق، لاننا احنا في الاخر احنا ناس بتحب مصر، وبأكد على كلمة ناس بتحب مصر. وبتحب تلخص كل الكلام، ناس بتحب مصر يعني بتحب كل مؤسسات الدولة، يعني داعمة لكل مؤسسات الدولة في كل الاتجاهات وبكل قوة. وتحية خاصة طبعا لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، الناس الحمد لله ربنا رزقنا بيهم، الناس أبطال أبطال يا أستاذ خالد، بيحموا البلد. أبطال رجال رجال وأبطال، يعني الحمد لله ربنا رزقنا بيهم، وربنا يا رب ينصرهم دايما يا رب. الحمد لله ان شاء الله باذن الله احتفالات اكتر. تحياتي ليك يا استاذ محمد. تحياتي يا استاذ خالد. الشعب المصري كله. تحياتي استاذ خالد غنيمي، الاعلامي خالد غنيمي، رئيس قناه ال تي سي، المدير العام لقناه ال تي سي. حرب اكتوبر ستظل معركه العزه والكرامه والبناء، اللي ضرب ابطالها اروع الامثله في الاخلاص في التضحيه، واللي اثبتت ان مصر صخره صلبه. اعدها تاني، حرب اكتوبر اثبتت ان جمهورية مصر العربية صخرة صلبة تتكسر عليها كل احلام الطغاة والمستعمرين. جيش مصر العظيم كان ولا زال الدرع الواقي والحارس الامين لمصر في السلم وفي الحرب. وعايز اقول ان كل مصر النهاردة وهي بتحتفل بهذا النصر العظيم، كلنا شايفين ان النهاردة يوم مش عادي. كل مواطن فينا النهاردة يوم في حياته يوم مش عادي في تاريخ مصر كلها، في تاريخ الأمة العربية. النهاردة وإحنا بنحتفل بذكرى نصر العزة، نصر الكرامة، وبنحتفل ويعني ونترحم على أرواح شهداء قواتنا المسلحة في هذا النصر العظيم، ها لازم نوجه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لازم نوجه التحية لأسر شهداء قواتنا المسلحة وشرطتنا، تحية إجلال لما قدموه لنا من تضحيات في 73 لتحرير الأرض والعرض، والآن في سيناء العظيمة في العملية الشاملة سيناء 2018، ولسه أبطال قواتنا المسلحة وشرطتنا بيقدموا كل يوم شهيد في مواجهة الإرهاب الأسود في سيناء موعودة سيناء. تعالوا نسمع قادة العدو الإسرائيلي، عشان في ناس مغيبة وتلاقي الإعلام اليهودي والصهيوني يحاول يشكك لك شوية في بطولة مصر وبطولة الجيش المصري في 73. طب تعالوا نسمع القادة بتوعهم، قادة العدو الإسرائيلي نفسهم، قالوا ايه عن نصر اكتوبر عشان نعرف اولادنا، نعرف كل الاجيال الحالية يعني ايه صناعة نصر. يلا يا استاذ خالد يا مخلص. معركتين خدنا منهم معركة في 73 جيشنا العظيم انتصر فيها، وده درس للعسكرية العالمية يعني ايه عسكرية مصرية. النهاردة العسكرية المصرية بتسطر سطر جديد في تاريخها، وهو مواجهة الإرهاب بالاشتراك مع شرطتنا المدنية وزارة الداخلية. كل يوم بيقدموا شهيد، كل صباح وكل شمس يوم مصر بتزف شهيد للجنة. الناس دول بيادتهم على رصنا. أنا واحد من الناس وبقول كده. إعلام بقى الخرفان ياخد الكلام ده يشتغل عليه. يلا خدوه ما بيهزناش الكلام الفاضي ده، لان بيادات اصغر جندي لسه متجند امبارح سواء في القوات المسلحة المصرية او في الامن المركزي في وزارة الداخلية براقب جماعة الاخوان والارهاب
جماعة الخصة والعمالة والندالة، هم دول اللي على الحدود بيأمنونا عشان نعرف ننام في بيوتنا. هنضم لي على الهواء مباشرة السيد اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء مساء الخير. كل سنة وسعادتك طيب وكل أبطال مصر طيبين والشعب المصري طيب بالذكرى 45 لنصر أكتوبر العظيم. كل سنة وأنتم طيبين وقوات المسلحة بخير وسعادة وشعب مصر كله بخير، وإن شاء الله في ترابط إلى يوم الدين، وما في أحد هيقدر يزعزعنا ولا يقدر ياخد ذرة تراب من مصر. ما أنا قلت إحنا صخرة صلبة بيتحطم عليها أي أحلام من أحلام الطغاة، أحلام الإجرام، أحلام الإرهاب وغيره وغيره، وده اللي بنشهده النهاردة. معركة جديدة بيسطرها جنود قواتنا المسلحة وجنود شرطتنا العظيمة ورجالة الجيش والشرطة بيقضوها في سيناء. أفندم 73 طبعا ملحمة مش محتاجة طبعا، لأن قادة العالم العسكريين أشادوا بصمود الجند المصري وتخطيط الجند المصري وساعد بدء المعركة، ده بيؤدي إلى وما أدته إلى مفاجأة العدو واسترداد الأرض. استرداد الأرض، الجند المصري استرداد أرضه وارتوت بدماء الشهداء. اللي بيحصل دلوقتي في سيناء إن إحنا بنحافظ على الأرض اللي استردناها. صحيح. الشعب المصري مع جيش وشرطته دايما في ملحمة، وعند الشدائد دايما بتلاقيهم كلهم في رباط ونسيج واحد واقفين خلف قائدهم. إن شاء الله حتى تعبر مصر من هذه الأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله. كل التحية ليك السيد اللواء مجدي عبد الحليم وزير الداخلية الأسبق. ومش هنبطل كلام عن أكتوبر. أكتوبر، حرب أكتوبر يا جماعة لم تكن معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أن تحقق انتصار عسكري على الاحتلال الإسرائيلي فقط، لا، بل كانت اختبار تاريخي حاسم لقدرة الشعب المصري على أن يحول التحرير وإزالة أثار العدوان إلى حقيقة. هذه الحرب اللي هي تحملت فيها قواتنا المسلحة المسؤولية الأولى وعبء المواجهة والمواجهة الحاسمة كانت إنجاز هائل غير مسبوق، لأن الشعب المصري أيضا، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب المعلم بمختلف كل طوائفه وكل فئاته، كان البطل الأول في تحقيق هذا النصر، نصر أكتوبر العظيم. علينا أن نطلق على هذه الحرب المجيدة حرب الشعب المصري كله، حيث أنه لم تكن ولا توجد أسرة مصرية إلا وقدمت شهيدا أو مصابا أو مقتلا في تلك الحرب. هاردكم بعض الشهادات الهامة لقادة وأبطال قواتنا المسلحة اللي قدموا الغالي والنفيس من أجل استرداد الكرامة. يلا يا مخلص نوري الناس قادتنا العسكريين قالوا إيه في حرب أكتوبر. زي ما حضرتكم شفتوا من الحماس من الناس، القادة العسكريين، قادة الجيش المصري في إبان هذه الحرب العظيمة بيتكلموا وبيشرحوا ازاي عن حرب اكتوبر، قد ايه هم فخورين بجيشنا وبجنود جيشنا وبابطال جيشنا، فخورين بقادة جيشنا. وهو ده المطلوب الحقيقة، ان احنا نرسخه في وجدان ابنائنا، احنا الاجيال الحالية علينا جميعا ان احنا نرسخ في وجدان ابنائنا ونعلمهم ازاي يحبوا جيشهم، ازاي يثقوا في جيشهم. لما الشعب وقف خلف جيشه بكل قوة في حرب اكتوبر، تحولت الحرب، هذه الحرب، من الهزيمة الى النصر. وما نعيش في هذه الأيام من حرب ووجود ومواجهة ضد الإرهاب ومكافحة الإرهاب بيتطلب منا جميعا الاصطفاف. الاصطفاف، علموا أولادكم كده، علموا عيالكم كده، إننا نصطف خلف قياداتنا السياسية، خلف جيشنا، خلف شرطتنا، بكل ما أوتينا من قوة. تعالوا نكمل كلامنا عن الشهادات في هذه الحرب، أو عن هذه الحرب العظيمة اللي يعني عايز اقول اللي توجه ابطالنا، ابطال الجيش المصري، ها، نصور الجيش المصري، قادة الجيش المصري، جنود الجيش المصري، شهداء الجيش المصري في 73 بالنصر المبين. هعرض عليكم فيديو تاني بينقل شهادات اخرى عن حرب اكتوبر، عن نصر اكتوبر العظيم. تعالوا نشوف الفيديو، يلا يا مخلص. والله لحلف بسماها وبطرابها طول ما انا عايش، احنا لينا غيرها؟ ملناش بلد تانية غيرها تلمنا. البلد دي في 25 يناير كل واحد فينا كان مقفل بيته عليه ب100 ترباس، مش عارف ينزل الشارع. النهارده
النهاردة بنحتفل بالذكرى 45 لنصر اكتوبر العظيم، وعايز اكرر كلامي لحضراتكم، علموا ولادكم ازاي يحبوا جيشهم، ازاي يحبوا مؤسسات بلدهم، علموهم الانتماء، علموهم في المدارس، علموهم في البيوت، علموهم في كل حتة في الكتاتيب، علموهم ازاي يحبوا جيشهم العظيم اللي بيواجه النهاردة ارهاب اسود في سيناء، زي ما واجه عدو غاشم، عدو محتل من 67 ل 73، وطردناهم شر طرده بره بلادنا. طردناهم بايه؟ بدم كتير اتقدم، دم ارواح شهدائنا. وزي ما بقول لحضراتكم، انا مش هزايد على حد، كل بيت في بيوتكم في شهيد، في مقاتل كان بيحارب في اكتوبر، في ناس دخلوا، انا خمسه اعمامي دخلوا الجيش، رجعوا اربعه، واحد جندي مجهول. دخلوا من 67، فيهم اللي رجع بعد 74، وفيهم اللي اتأثر، وفيهم اللي مرجعش. كل بيت في بيوتنا كده، عشان جيشنا ده مننا، جيشنا ده الجيش المصري العظيم العظيم من هذا الشعب العظيم، هذا الشعب المعلم. فكيف نكون شعب معلم ولا نعلم أبنائنا الانتماء؟ يعني بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم، معانا الحقيقة مداخلات كتيرة من أبطال قوات مصر المسلحة، هيتكلموا معانا في حاجات كتير قوي خاصة بهذه الملحمة الوطنية اللي هنفضل طول عمرنا نتغنى بيها بعد هذا الفاصل. عاش اللي قال. بجدد التحية لحضراتكم، وهينضم لي على الهاتف السيد اللواء أركان حرب رفعت حتاتة، أحد أبطال قواتنا المسلحة، وأيضا هو رئيس شركة سكك حديد مصر للخدمات. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كل سنة وأنت طيب، وكل أبطال قواتنا المسلحة بخير يا رب. كل سنة وحضرتك طيب محمد بيه وفريق الإعداد، ومبروك للإل تي سي بالإعلام المتميز محمد بيه موسى. أشكرك يا فندم، وفريق الإعداد الناجح، والبرنامج خط أحمر الوطني اللي دايما بنشعر منه بالوطنية والانتماء. الله يحفظك. كل ما يقدمه وكل الشخصيات الوطنية اللي بتيجي على شاشة القناة واللي بتخش مداخلات مع حضرتك. الله يحفظك يا فندم، شاكر فضلك، ويعني ما استحقش كل ده، بس بشكرك جدا، وانا اشرف ان انا على هذه الشاشة. اشكرك يا فندم، اتفضل يا فندم. مبروك للشعب المصري ان احنا عشنا بعد 45 سنة نشوف بطلين. انا بقول من المحظوظين، لاني يعتبر اخر جيف كان في القوات المسلحة في حرب 73. حرب 73 زي حضرتك ما قلت هي العزة، استعادة العزة والكرامة للشعب المصري. صحيح. شبابنا الحالي نفسي يروحوا كده بانوراما اكتوبر ويشوفوا الملحمة التاريخية اللي قدمها الجندي والضابط المصري، عشان يحس قواته المسلحة كانت شكلها ايه، واصبحت الان قوية وشكلها ايه. صحيح. حتى اليوم، حتى اليوم حضرتك على الاعلام بنجد على اليوتيوب تسجيلات بتقول ان الجندي المصري والانسان المصري لا يقهر. 73 كان المفروض فيها هزيمة الانسان المصري والجندي المصري امام احدث الدبابات واحدث الطائرات، وايه اكبر مانع، مائي خط بارليف الحصين المنيع اللي كان العدو قبل الحرب بثلاث ايام، رئيس شعبة العمليات او رئيس هيئة العمليات للجيش الاسرائيلي زي ما حضرتك جبت في التقرير بيقول في حشود ولا نتوقع عبور الجيش المصري. صحيح. خط بارليف ده حضرتك كان بيراهن على ان اي حد هيعبر هيتحرق في القناة. تخيل بقى مية وفيها نار مولعة، كان ده النبالم، انابيب النبالم، ابطال الصاعقة المصرية من اول لحظة مع ساعة الصفر قاموا بسد انابيب النبالم باجسادهم وبفدائية. وشوف شوف الملحمة التاريخية دي، لا دي بتدرس فنيا في اكبر الاكاديميات. صحيح. ظهرت العسكرية العالمية كلها ساعتها يعني. طيب كان بيراهنوا بقى على ايه؟ يعني انا عايز اطلع حضرتك بنتيجة ان مش السلاح ولا احدث الاسلحة اللي كان ممكن النهاردة يتم المراهنة عليها، كانوا بيراهنوا على الجندي المصري. صحيح. وطلعنا بعد 73 كيف يمكن هزيمة الانسان المصري. الانسان المصري بدأت بقى التفكير حروب الجيل الرابع والرابع والخامس واللي بيمر علينا دلوقتي. واللي قبل انا منتقل اليها، انا عايز طبعا احيي فوجانا الحرب والسلام الشهيد البطل انور السادات رئيس مصر. كل التحية. وده بطل الحرب والسلام، واحيي ايضا من حضر حرب اكتوبر في القوات المسلحة، بطل التنمية ومن حافظ على الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حقه. ليه؟ الاثنين الاثنين لو هتبص على حرب اكتوبر هي استعاده للارض المحتله، ولو بصيت على ما حدث في 30 يونيو هو استعاده للوطن. 30 يونيو 2013، استعاده للوطن. فهناك بطلان، وهناك ربط ما بين حرب 73 وما حرب استعادة الوطن من الضياع ومن الهلاك. صحيح. بل بالعكس أنا بقول حربنا اليوم أمامها أعداء كثيرين من الخارج والداخل. أصعب. ولكن كانت حرب 73 أمام الجيوش العربية عدو واحد تم النصر عليه. فإن شاء الله ننتصر على أعدائنا من الخارج ومن الداخل بالبناء والتنمية. احنا حاليا حضرتك نحيي كل ابطال القوات المسلحه اساتذتنا، ما عنديش كلام اقوله لانك انت جايب نخبه من اساتذتنا اللي احنا اتعلمنا على ايديهم. ويا ريت دعوه حضرتك للانتماء شبابنا اللي اصبح عنده 45 سنه اليوم بادئ من 20 ل 45، روحوا بانوراما اكتوبر شوفوا ماذا تم، وهي مفتوحه بالمجان. والقوات المسلحه النهاردة القائد الأعلى والقائد العام احنا بنأدي التحية لهم وبنقول عاشت مصر عاشت مصر عاشت مصر. تحية مصر يا فندم. أشكرك اللواء رفعت حتات، اللواء أركان حرب رفعت حتات، أحد أبطال قواتنا المسلحة. مكملين معاكم في احتفالات نصر أكتوبر. نصرنا العظيم. ما ينفعش أكون بتكلم عن جيشنا العظيم. طيب هاخد المداخلة دي، أحد المتصلين من القاهرة الدكتورة أميرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي حضرتك يا كل التحية كل التحية. ومصر طيبة وشعبها ورئيسها وكلنا جميعا بخير. وحضرتك بخير. انا بشكر حضرتك طبعا، بس اسمح لي عايزة انتهز الفرصة بس من برنامج حضرتك لانه مسموع. اشكرك. ناس كتير قوي بتشوفه لينا مشكلة في نادي الصيد، لان عضوة في نادي الصيد. هو بره موضوعنا لكن اتفضل يا فندم. اهلا بك. بره الموضوع، ما انا مكسوفة بصراحة. يعني لا اتفضل يا فندم. يعني مش هعرف ما اقدرش تجيلي الفرصه دي تاني. اتفضلي. عشان كده الله يخليك. احنا طبعا عندنا مشاكل كتير. من اول ما المجلس ابتدى يعني يمسك مهامه كان عنده مشاكل كتير. واكثر مشكله كانت مضايقه الاعضاء ومعظم الاعضاء اللي صفهم عادي، هي كانت مشكله القطط، زياده عدد القطط في النادي. فطبعا المجلس مشكور عمل ندوه وجاب ناس متخصصين، مدام منى خليل مديره جمعيه اسما وناس ثانيه. فعجاله يا فندم وحياتك عشان الوقت. نعم فعجاله، قولي لي ايه الموضوع بالظبط؟ المهم عندكم قطط منتشره في النادي، في نادي الصيد. اه. ايه تاني غير القطط؟ في حاجه غير القطط؟ الندوه لقت حلول للمشكله وقالت ان لازم تعقيم القطط ويتعمل للمطاعم مداخن ويتعمل اجهزه الذبذبات و و و. المهم النادي مجلس الاداره بعد ده كله ضرب بكل الكلام ده عرض الحائط وراح جاب سكه حشرات لتسليم القطط. عرفنا الكلام ده لان احنا كنا بنلاقي قطط ميته ثاني يوم الصبح كويس داخل النادي. فتتبعنا الموضوع وفي من الناس ضبطت العربيه بتاعت الحشرات وهي بتنزل بيموتوا القطط يعني. بيموتوا القطط. المهم طبعا حاولنا نتواصل مع اداره النادي ما نفعش، لدرجه ان احنا وصلنا للشركه نفسها، لجأنا للشركه بنقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ خلاص ما بقاش في قطط في النادي بقالكوا سنه من اول رمضان ولحد دلوقتي. قالوا ان احنا عقدنا سنه ولازم نكمل، والا تدونا فلوسنا ونمشي، يا اما تغيروا لنا نشاطنا ونموت، لان العرف كترت، الفران كترت، الابراص، الصناصير، التعابين يا فندم. تعابين في نادي الصيد دي كارثه. يعني تعليم في اي حته كارثه يعني. واحده صاحبتي حطيتها اتقرت من العزه، اتعض من العزه. طبعا يا فندم دلوقتي ما فيش قطط. انا بودي الكلام للسيد رئيس نادي الصيد بقول له ما ينفعش الكلام ده يبقى موجود عندكم، تعابين وعرس وقطط، يعني لو تعبان قرص حد يعني عض حد يعني تبقى مصيبه. اشكرك الدكتوره اميره. هنرجع لموضوعنا. ما ينفعش اكون بتكلم عن جيشنا العظيم اثناء حرب اكتوبر المجيد وما هنيش ابطالنا اللي قاموا بشل العدو بضربة جوية أفقدته توازنه ومهدت الأرض لقواتنا المسلحة لخوض هذه الحرب المجيدة. وهنا ما يفوتنيش إن أنا أهني بطل من أبطال أكتوبر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قائد الضربة الجوية اللي طلع كل طياراته حتى طيارات التدريب زي ما قال الرئيس السادات في خطابه عشان تحارب. لازم اهنيه، ما هو بطل، شاء من شاء وابى من ابى، بطل من ابطال اكتوبر، بطل من ابطال النصر. بهني الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. تعالوا نشوف بعض اللقطات لابطال قواتنا الجويه وهم بيدقوا حصون العدو
ونرجع مرة تانية قبل طياراتنا ما تطلع، ودي كانت مهمة في منتهى الخطورة، هو يشرحها لنا ويقول لنا ونرجع بقى بالذاكرة معاه لورا شويتين. سيادة اللواء طيار أمير راضي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، كل سنة وانت طيب. كل التحية لسيادتك ولكل أبطال قواتنا المسلحة، اتفضل يا فندم. الله يكبر. الأول تسمح لي أن أنا يعني بشكرك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك بتقولها، لأن يعني كل واحد لازم ياخد حقه، فبشكرك على المقدمة اللي قلتها. أشكرك. وبرسل تحية تقدير للقوات المسلحة والداخلية حاليا، لأنهم بيقوموا بحرب على الإرهاب لهم أكثر من كذا سنة، والمهمة بتاعتهم مهمة صعبة للغاية. يمكن إحنا أيامنا مهمتنا كانت صعبة، لكن العدو كان معروف. أيوة. كنا بنحارب عدو غير اللي بتحارب ناس ما انتش عارف هم مين وجايين منين. صحيح. ومن وسطيك. فتحية تقديره للقوات المسلحة والداخلية، تحية تقدير أيضا لكل من شارك في حرب أكتوبر، ولا أعني الضباط وصف والجنود فقط في القوات المسلحة اللي هم عايشين، بقى ده أنا بتكلم على كل مواطن مصري تحمل في هذه الفترة ما لم يتحمله بشر عشان نعدي ونقش ونحارب سنة 73. فات زمن طويل قوي، أكثر من 45 سنة. أيوة. عمر الواحد ما بينسى الأيام اللي عشناها. أنا كنت نقيب طيار في الحرب. أيوة. اللي عشناها في الفترة دي، في فترة 73. أيوة. أو فترة الاستنزاف وفترة التجهيز لحرب أكتوبر. شفت العطاء من الناس، شفت الانتماء، شفت الولاء، شفت الروح المعنوية العالية، شفت الكفاءة القتالية، شفت بذل جهد غير طبيعي، شفت ناس بتقدم روحها عشان الوطن، عشان مقابل الوطن، اللي الواحد يعني نفسه النهاردة يقول للناس حب بلدك. ده اللي انا بقوله والله يا سياده اللواء من اول حلقه، الانتماء. حبوا جيشكم، حبوا مؤسسات جيشكم، حبوا بلدكم. الانتماء موجود، يعني الانتماء موجود عند كل مواطن، بس على الحكومه وعلى المسؤولين اظهار هذا الانتماء. انا هضرب مثل يمكن بسيط شويه صغيره. لما جينا في 2006 مثلا وخدنا بتاعت افريقيا دي، الناس لوحديها طلعت ورفعت على مصر. صحيح. طب ما كانت ممكن تطلع وتسقف بس، لكن هي طلعت ورفعت على مصر 2006 او 2008 او 2010. فيعني الانتماء موجود لدى كل مواطن والولاء، لكن مطلوب انك تظهر هذا الانتماء والولاء زي ما طلعوا في 30/6 برضه، عشان برضه ما نقولش بس ماتشات، لكن صحيح. إن, إيه؟ صحيح. إن, ان 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 الناس موجود عنده الانتماء للوطن. صحيح. لكن مطلوب مننا ان احنا يعني تظهر هذا الانتماء والولاء. صحيح. الحاجه الثانيه كنت عايز اتكلم عليها، ان في اعمال بطولات كثيره، مش بتكلم على نفسي انا كنت بطل، ده انا بقول لك في بطولات كثيره جدا، ناس كتير جدا الحقيقه، ان ما بيطلعش غير ناس معينه هي اللي بيتكلموا. والله احنا بنكلم كل الناس يا فندم. هو انا عارف. انا ما اقصدش، والله انا ما اقصدش حاجه. مع السنوات اللي فاتت دي يمكن الاعداد زادت، كان الاول هم 5-6 اللي بيطلعوا، الاعداد زادت في القنوات كلها. لكن انا بطالب بناس مفكرين يدوروا في مجموعات تشتغل في القصص دي. أيوة. انها بتسرد القصص دي للتاريخ، ما بنقولش الراجل يطلع ويتكلم، لكن تسردها للتاريخ عشان كلنا، يعني الاجيال دي كلها، ده انا من ضمنهم، من عمري النهارده 69 سنه، وفي ناس ربنا يديك الصحه عمرها 80 و85 يعني اللي اقصده ان احنا كلنا فرصه يعني انتم موجودين ناخد منكم شهادات. ايه بينتهي فمجرد ان انت ايه تاخد. انا مش هتكلم على الذكريات في حاجه، لكن هتكلم حاجه سريعه جدا عشان ما اخدش وقت البرنامج. اتفضل. هتكلم ان احنا كنت طيار استطلاع زي ما حضرتك قلت، وكان مهمتنا كلها كانت قبل الحرب، ودي تحتاج حلقات عشان نتكلم عن ما هو دورنا. صحيح. مش هتكلم عليها دلوقتي، لكن هتكلم على حاجه حصلت في يوم 26 او 27 سبتمبر، لما جانا الرئيس محمد حسني مبارك وكان لواء طيار، وجانا المطار عشان يعدي على المطارات كلها، قعد مع الطيارين بيشجعنا ان هو عارف ان في حرب قادمه في خلال فترات صغيره حوالي 10-15 يوم. ايوه. فكان بيرفع الروح المعنويه طبعا، كان بيقول لنا ان احنا يعني ما نقلقش من الخسائر، ما تخليش الخسائر اللي تحصل لنا تقلل من العزيمه، وان احنا مكملين لغايه الايه الشهاده او النصر، ان احنا لازم ايه لازم ننتصر باذن الله ونقدم ارواحنا. أيوة. فكان من ضمن الكلام ان احنا ممكن نصل الى خسائر تصل الى 60%. ايوه. ف60% انت بتتكلم على ارقام من 40-60% ضخمه، حتى لو قلنا انها متوسطها 50% بنتكلم على ارقام كبيره شويه. طبعا. اخد مثلا للقاعده اللي انا كنت فيها، كنت قاعده انشاص، انا لم اشارك في الضربه الاولى، انا طيار استطلاع، انا شاركت في طلعه استطلاع
صباحا الساعه 12 الظهر. وده الاخطر يا سياده اللواء، ده بتشارك واكثر من طلعات وفي اغذيه رادار تلقطك وغيره وغيره يعني. ايوه على ارض ولادك على مدار سنوات كثيره من 69 لغايه 73 طلعات استطلاع في عمق العدو. لكن المهم ان انا اللي بعد الطلعه بتاعت الاستطلاع بتاعت الصبحيه ديت واول بيان طلع من القوات المسلحه اللي هو بيقول ان في عدو دخل في الزعفرانه كانت طلعت استطلاع خاصه بي انا. بعديها ابتدت الحرب، فكان طالع من عندنا من قاعده انشاص 40 طياره. فلو متخيل حضرتك 40 طياره طالعين حسب الكلام اللي سمعناه من سياده قائد القوات الجويه اللي هو حسني مبارك ان في خسائر ممكن تصل ل 50%. يعني 20 يعني 20 مش هيرجع 40 طياره. في 20 واحد مش هيرجع. انا كنت طالع واقف فوق دشمه بعد الطيارات، طلعت ايربورن. لو جبت الطيارين دول عشان تشرح لهم ازاي يطلع في توقيت واحد والاركي سايلنت ومن ممرين اثنين متقاطعين، رجع كم واحد يا سياده اللواء؟ ما انا عاوز انا اجيب كم واحد بس استخاره ال 40 واحد دول عشان تقول لهم ازاي يطلعوا في التوقيت ده لازم يخبطوا في بعض. صحيح بنظام طلعوا ال 40 كلهم بعد حوالي من 20. ما هو احنا الفيديوهات معروضه قدامنا فعلا ما فيش مسافه بسيطه جدا ما بين كل طياره والثانيه. بالظبط بعد 40 بعد من 20 دقيقه ل 22 دقيقه ثلاث طيارات ترجع. فانا واقف بعد ومستني ايه ده هيجي فوق ال 20. وصلت 14 16 20 22 24 26 دموعي عماله مش قادر اوقف دموعي. وصلوا ال 40 طياره اللي طلعوا من انشاص رجعوا 40 طياره. ال 40 طلعوا 40 رجعوا 40 40 بطل من قاعده انشاص الجوي. فدي انا بس عشان الوقت انا عارف وقت. شكرك يا فندم. بكرر تحياتي للشعب المصري كله والكامل وبقول له كل سنه وانت طيب. اشكرك سياده اللواء طيار امين راضي. عندنا كلام كتير هنقوله وهنعرضه عليكم النهارده. من ضمن الكلام ده يعني قوات الصاعقه المصريه اسود الجيش المصري اللي زلزلوا الارض تحت اقدام العدو الصهيوني يعني، وما زال حتى هذه اللحظه يعمل الصاعقة المصرية ألف حساب. تعالوا أوريكم بعض اللقطات المتعلقة بتدريباتهم وبعض اللقطات لهم من نصر أكتوبر العظيم. يلا يا خالد يا مخلص. قوات الصاعقة المصرية أنتوا عارفينها دي بتزلزل الأرض تحت أي عدو. في 73 ضربوا المثل. والله ضربوا المثل. أبطال 73 نصرنا العظيم منهم كمان اللي هو أركان حرب محمد الشهاوي. هو معايا على الهاتف، دعوني اهنئه واقول له كل سنه وانت طيب يا بطل. وانت طيب يا استاذ محمد والشعب المصري كله بخير. كل التحيه ليك يا فندم انت وكل ابطال نصر اكتوبر العظيم. اتفضل يا فندم. هو طبعا في الذكرى الخامسه والاربعين لهذه الحرب العظيمه، حرب اكتوبر المجيده التي هدمت نظريه الامن الاسرائيلي وكسرت ذراعها الطوله الممثله في قواتها الجويه وهزمت الجيش الذي لا يقهر. كانت هذه الحرب معجزة على أي مقياس عسكري، لأن ظهر هناك مفاجأة الحرب وهو الجندي المصري البطل. صحيح. الذي عقيدته النصر أو الشهادة. أنا لسه سامع اللواء أمين راضي، اللواء طيار أمين راضي، وبيقول فعلا أنه كانت هناك يعني رعاية الله فوق كل شيء، بالإضافة إلى روح أكتوبر التي تتمثل في الإرادة الوطنية والروح المعنوية والقوة والعزيمة والصبر والمثابرة. وإزاي الضربة الجوية كانت سيمفونية، 220 طائرة بيخرجوا من مختلف القواعد والمطارات الجوية ويتزامن خروجهم ويتزامن تواجدهم فوق قناة السويس في وقت واحد الساعة 2:05. وكان هؤلاء الطيارين على ارتفاعات أمتار قليلة من سطح الأرض لثلاثة أهداف. الهدف الأول هو حتى لا يتم اكتشافهم من خلال رادارات العدو. أيوة. بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية لقواتنا عندما يروا جنودنا طائراتنا تنطلق من الغرب إلى الشرق، ده بيرفع الروح المعنوية لقواتنا. بالإضافة إثبات القدرة وكفاءة الطيار المصري للعدو الإسرائيلي. وبعدين عايز أقول نقطة مهمة جدا. اتفضل. معلش بقى أنا بتكلم في القوات الجوية برضو يعني. أنت فندم يعني عشت الحكاية فأكيد كل ملم بيها كلها يعني، وأنت يعني الحقيقة من المحللين العسكريين اللي يعني القليلين. اتفضل يا فندم. شوف يا أستاذ محمد، إحنا كنا منتظرين هذه الطائرات عندما دخلت إلى سيناء وخرجت ليس من قناة السويس، خرجت من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. لماذا؟
حتى تفتح المجال لقطفة التمهيد النيراني. أيوة. من 2000 مدفع من 135 كتيبة أطلقوا 121 ألف دانة بالرقم. سيادتك بتتكلم بالأرقام. أيوة يا فندم. أيوة. إحصائيات استهلكوا. أيوة. 3000 طن ذخيرة بمعدل 175 دانة في الثانية الواحدة. شوف كل هذه الحمم. نار واتفتحت. نار واتفتحت يا فندم. نار واتفتحت. جهنم. جهنم المصريين اتفتحت على العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي حتى عمق 40 كيلو شرق القناة. كل ذلك سيمفونية كبيرة تلاها مجموعات الاقتحام موجات الاقتحام. أيوة. من خلال القوارب المطاطية اللي كانت إسرائيل تريد أن تجعل صفحة قناة السويس نار من خلال مانع حارق. وما إن رئيس أركان الحرب الكيميائية. أيوة. الأطبق عاوز ألقي الضوء على مهمة ودور الحرب الكيميائية في هذه الحرب العظيمة. فعجالة سيادة اللواء والله عشان وقتي. فعجالة. المعركة كانت معركة أسلحة مشتركة وقامت بدور كبير مع باقي القوات الحرب الكيميائية. فعايز أقول كان هناك يعني فخر. كلنا نفتخر بجيشنا وهذه الحرب هي حرب الفخر والعزة والشرف والكرامة. أشكرك سيد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي أحد أبطال قواتنا المسلحة اللي كلمنا بأرقام قوات البرية. بقى قوات البرية اللي كان بيتكلم عنها دلوقتي السيد اللواء الشهاوي اللي بتعتبر الحقيقة فخر العسكرية المصرية اللي زلزلت الأرض تحت أقدام العدو في 73 وأنه أسطورة العدو الذي لا يقهر. هوريكم بعض اللقطات لهم وهم كمان. احنا لازم نفهم ولازم نفتكر قد ايه جيشنا قدم ولسه بيقدم تضحيات لا تنتهي. يلا يا خالد يا مخلص. شفتم الأبطال حاجة تشرف. حاجة تشرف أي بلد عندها جيش زي جيشنا العظيم. جيش زي جيشنا العظيم. مهم الكلام عن أبطالنا أبطال قواتنا المسلحة عايز ساعات وساعات بل أيام عشان نوفيهم حقهم. ومش هنقدر. والله مش هنقدر. مش هنقدر وعايز أخوكم ونروح للكلام التقيل بقى. هنتكلم عن صاحب القرار المصيري في هذا الإنجاز التاريخي. صاحب القرار المصيري في هذا الإنجاز التاريخي الزعيم الراحل محمد أنور السادات اللي تحمل المسؤولية هو كل قادة وضباط وجنود جيشنا العظيم وحرروا الأرض وطهروها من دنس الكيان الصهيوني الإسرائيلي. هسيبكم مع تقرير تحت عنوان جده بطل من إنتاج الشؤون المعنوية بيحكي عن بطولات قادة وضباط وجنود جيشنا العظيم في حرب الكرامة. بيحكي عن نصر أكتوبر 73 بعد 45 سنة عشان ولادنا وكل الأجيال تعرف حكايات وأسرار هذه الحرب العظيمة وكيف أدى فيها جيشنا هذا الأداء اللي تغنى به العالم كله ولفت نظر العالم كله. ثم نعاود مع ضيوفي في الاستوديو هيكون معايا السيد اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال قواتنا المسلحة في نصر أكتوبر. هيكون معايا عم محمد المصري صائد الدبابات اللي اصطاد 28 دبابة ده اللي ضرب على السافية جوري هتشوفوه معايا النهاردة. حبيبي عم محمد ده بحبه قوي. هيكون معايا كمان بطل من أبطال قواتنا المسلحة اللي بيحفظ سينا عن ظهر قلب السيد اللواء احمد اللواء اركان حرب احمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربيه السابق بعد هذا الفصل وبعد هذا التقرير.